منتخب اسبانيا يقصي الماكينات الألمانية من بطولة يورو 2024 وفوز بشق الانفس بهدفين لهدف. المباراة كانت في الدقيقة 51 1-0 لمنتخب اسبانيا عن طريق داني اولمو، وعندنا في الدقيقة 89 منتخب المانيا بيتعادل عن طريق فيرتز، وتتجه المباراة للاشواط الاضافية، وفي الدقيقة 119 منتخب اسبانيا بيسجل الهدف الثاني عن طريق ميكيل ميرينو واسيست من داني اولمو، ثنائي ريال سوسيداد بيحسم التأهل. تعالوا بنا نحلل هدف ميكيل ميرينو اللي سجله في مرمى منتخب المانيا وتحركه الذكي الممكن ما يكونش فيه حد ركز مع تحركه لحظة الهدف. زي ما انتوا شايفين كده الكرة مع داني اولمو ورفعة لميكيل ميرينو، لكن عايزكوا تركزوا مع تحرك ميكيل ميرينو وهو مع روديجير. روديجير يعتبر هو واقف معاه في لحظة الهدف. ميكيل ميرينو عمل له تهويشة حاجة بسيطة قوي، لكن روديجير زي ما لاحظنا كده هو ما تحركش وكان كل تركيزه مع كرة اولمو. يعني الكرة مع اولمو دلوقتي هو تركيزه كله مع اولمو مش مع ميرينو. فطبعا تحرك ذكي من ميرينو في ظهر روديجير وخلى روديجير قدامه، وروديجير بعد ما الكرة وصلت لاولمو هو يعتبر حصل له شلل ان هو مش عارف يعمل ايه. هو فجأة لقى ميرينو في ظهره وارتقاء خيالي من ميرينو وفي الزاوية اليمنى، ونوير لم يتحرك برضه. في هذه الكرة هفوة دفاعية من منتخب ألمانيا، وخاصة روديجير في هذه اللقطة، لقطة كلفتهم خروج منتخب ألمانيا من بطولة اليورو. كانت المباراة متجهة لركلات الترجيح، وكان ركلات الترجيح هي حظ، ممكن أسبانيا ممكن ألمانيا، لكن هفوة بسيطة كلفت خروج منتخب ألمانيا.